مجتمعنا اللي هو المجتمع الموريتاني كل المجتمعات العربية، أنا قاعد أعلن وأكثر منها مجتمع برجوي يتفرج، والدليل عليه أنه يتفرج على كل شيء، يتفرج على الدراما الوافدة اللي هي الدراما المدبلجة سواء كانت تركية سواء كانت هندية سواء كانت مكسيكية. وهذه الخطورة، خطورتها على أنك لما نوعاها للمجتمع البرجوي اللي أول فيه الشباب والناس الكبار تتفرج، لما نصنعوا لها إحنا دراما في إطارها بأسلوبنا الخاص، يعني ما يخدش اللغة العام ولا يخدش الحياة ولا يخدش الدين، نعود تركنا، نعود تقاعسنا، نعود تخلينا عن واجب كان مفروض على أنه يخلق، لأن لين ما سوى بعد سنوات لين نجدوا أنفسنا على أن عندنا شيء من الشباب وعندنا شيء من الناس مفسوخ، مفسوخ الشخصية ومفسوخ، وهذا قاعد بدت الوادي بكل سفر تعود عندها قوة الملاحة والتركيز وتخرص الشارع الموريتاني حالا، وطريقة المكياج اللي تمكياج بها البنات، طريقة اللبس والصك والانسامبل بين كاتراها على أنها هي نفسها في الدراما التركية والدراما الهندية، اللي تشوف الشباب ونوع تسريحتهم ونوع إحلاقتهم ونوع تراها أيضا على أنها حتى الأطفال هم لكم يتكلم واحد منهم باللغة التركية، أوصك والله ما أنا أوصك شي، يقول لك أنا ميماتي أنا على الدار أنا ما معناها على هذه على أن المجتمع اللي هو مفروض على أنه يفكر جاد بتأسيس مسرح وطني صرفت عنده ضرورة، إياك على الأقل نوجد إطار نتحرك به فيه لأجل ترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية لهذا المجتمع، نتبارك نستنطق هذا التاريخ ونوجد حتى سينما واعية باستطاعتها على أن تقدم النموذج الوطني بإيقاعنا الوطني بخصوصيتنا الاجتماعية وخصوصيتنا الثقافية، نوخوا أبطال موريتانيين، أبطال المقاومة مثلا، علماء موريتانيا قدموها في إطار سينمائي، إطار فرجوي، المجتمع الموريتاني التقليدي بكرمه بجوده بصدقه بنبله بكل شيء، عندما لأن الدراما صبحت مرآة المجتمع، مجتمع حال نقول لك الدراسات الحديثة أنك إذا أردت أن تعرف مدى الوعي الاجتماعي والثقافي لأي مجتمع ما عليك إلا أن تشاهد دراما، دراما اللي وخر تشوف فيها كل شيء، معناها أن صبحت هذا لين نجدوا دراما والله نجدوا سينما والله نجدوا مسرح قادر على أنه يخرج لنا النموذج الأصيل، على الأقل نعود نحافظنا على جزء من هذه الخصوصية الثقافية والخصوصية الاجتماعية لهذا المجتمع اللي أصبح كأنه مصاب بشيء قالوا عدوى الفرجة، أنا أسميها عدوى لأن يعني عدوى فعلا، لذا على أن آن الأوان رابط الكتاب والأدباء الموريتانيين على أن توجه مجموعة منهم يكتبوا الدراما ويكتبوا التلفزيون ويكتبوا السينما، ليش لا؟ خلقة مصر وفي البيت في سوريا كانوا ما عندهم علاقة بالدراما ولا كاية غير تعلموا أصول كتابة للمسرح ودرامات واعية جدا، ليالي الحلمية مثلا في مصر استطاعت على أن تكشف كل شيء وتفتح كل الأبواب والمواقف عن المجتمع المصري وكل ما فيه، معناها قادرين بذكائهم على أنهم يكتبون نصوص تاريخية ليش لا؟ عن أبطال المقاومة، عن العلماء، عن الفقهاء، عن الأبطال الاجتماعيين يتحركوا يوميا، والدراما هي هذه، الدراما هي شنو؟ هي عبارة عن أخذ فكرة من الواقع، تطوير هذه الفكرة، تحويلها إلى قصة عندها بداية وسط ونهاية، فيها شخصيات فيها عقدة بسيطة، معناها على أنها ما تكلفهم شيء، عادوا يكتبوا الحال القصيدة النثرية وعادوا يكتبوا الرواية وعادوا يكتبوا كل هذا ما كانت موجودة في المجتمع الموريتاني، يقين يتعلموا طريقة الكتابة يكتبوا لها، معناها أنه مبسط من شيء يتفتوا حالا على كتابة الدراما وعلى كتابة المسرحية وعلى كتابة السيناريو، سنجدوا أنفسنا على الأقل، وهذا ناقص بكل أسف عندنا، اللي تشوف في التلفزيون اللي تشوف من كذا عبارة عن أفكار عدوها مخرجين وعدوها ناس ما عندهم علاقة بالكتاب ولا عندهم كذا، غير يحاولوا على أنهم يوجدوا شيء على الأقل يقدروا يصور. لذا على أن نداءنا للجهات الرسمية على أن توعى أهمية المسرح وأهمية الفن بصورة عامة في هذه اللحظة التاريخية اللي موجود فيها هذا العنف وموجود فيها التوتر الاجتماعي وموجود فيها الذكاء، لأن الفن وحده القادر على أنه يهذب النفوس، على أنه ينزع الشحنات الموجودة داخل النفس، يرسخ قيم الجمال، قيم المسامحة، قيم التسامح، قيم الأخلاق، قيم الثقافة، قيم كذا، ونمشوا على أرضية على الأقل مشتركة بإمكان كل موريتاني فيها أحلام وآمال.